ميعادك هنا يا صالح. ما جاليش نوم، قلت اقعد هنا بدل ما عليك. وش معنى الأوضة دي؟ رجلي اللي جابتني لحد هنا. الرجل تدب مطرح ما تحب. يعني ايه؟ ما انتش عارف يعني ايه؟ ما انتش عارف مين اللي كانت عايشة في الأوضة دي. خلاص يا سيدة، كل حي راح لحاله، وديك استريحت منه. بس انت ما استريحتش، واضح انك مش قادر على بعدها. ماليش لزوم الكلام ده يا سيدة. لا لزوم ونص، يعني ايه تقوم في عز الليل من جنبي وتيجي تقعد هنا؟ وبعدين معاك يا حبيبتي، مش كفايه عملت لك كل اللي انت عايزاه؟ بس لسه بتفكر فيها. انساها ازاي طيب؟ انساها ازاي وابني معاها؟ مش كفايه سبتك ظلمتيها؟ انا ما ظلمتهاش، انا بدافع عن بيتي. تقومي ترميها الراميه دي؟ انا ما رميتهاش في الشارع ولا حطيتها في اوضه، انا سكنتها في بيت احسن من اللي كانت عايشه فيه مع ابوها. يعني هم عاملين ايه دلوقتي؟ خلاص يا صالح، بدل ما انتش قادر على بعدها وبتتعذب بالشكل ده، تقدر تروح تعيش معاها وتاخدها سكنها في الحته اللي انت عايزها، بس على شرط قبل ما تعمل كده تطلقني. اطلقك؟ ازاي لسانك ينطق بالكلمه دي؟ اعمل ايه؟ انا عايز اريحك واخلصك من العذاب اللي انت فيه. انت كده بتزودي همك وبتزودي عذابي. انا احترت معاك، ما بقتش عارف اعمل لك ايه. حرام عليك ترميني بالنارين. وانت حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده. طيب دي له حاجة ومشي. يلا حاضر. عايز اعرف انت بتطلعي منين؟ مش عارف. خد يا مخبل، خد يلا اتكل على الله. هاتي هاتي، ده انت هتخش جهنم من الباب اللي ورا. امشي الله يحرقك. يلا وريني عرض كتافك. امشي يا ساتر. شي يلا بالسلامة يا شربانك. بالك يعني بيروح لها كل يوم؟ لا مصرحي ما قالش كده. مصرحي بيقول لك الحاج يوم بعد يوم بيركب التاكسي ويروح يغيب له قد ساعتين، وبياخد معاه كياس محمله، بس الواد ما يعرفش فيها ايه. والحاج هو اللي بيشتري الحاجات دي بنفسه؟ لا عبد الكريم اللي بيبقى مجهزهم له. بقول لك ايه، ما نسال عبد الكريم. بلا خيبه، عبد الكريم ده لو قطعتي من لحمه نسايل نسايل مش هيقر ولا يعترف. ده الحاج ما بيأمنش لحد غير عبد الكريم. اه يا خوفي يا حاجه، لا يكون الحاج رجع للوليه دي اللي كان بيروح لها. وليه مين يا مهفوفه انت؟ الوليه دي اتجوزت الراجل اللي كان فاتح البوزه. اتجوزته؟ اتجوزته؟ ايوه، الحاج هو اللي مجوزهم لبعض. يا نسبتي اخس عليك يا حاج، مش كنت ناوله بالجوازه دي؟ ولا هو عامل زي القرع يمجي لبره؟ احنا في ايه وانت في انت كمان؟ تعالي ما اقولك، انت تخلي الواد مصلحي ده يبلف سواق التاكسي ويديله قرشين ويعرف منه الحاج بيروح فين. قلت له الكلام ده، قال لي اخاف الواد يروح يقول للحاج. طب ما راحش ورا ليه؟ قال ما يقدرش يسيب الشغل المده دي كلها. يعني الحاج بيروح فين؟ انا متاكده انه كل مره بيروح لها من ورايا، مع اني قلت له ونبهت عليه ما يروحش غير لما يقول لي كده. طيب يا صالح، مشوار ايه ده؟ مشوار شغل. شغل؟ مش ملاحظ ان مشاويرك كترت الايام دي. قصدك ايه يا سيدة؟ اصل ام زكي مرات شيها البقال اللي جنب الوكالة بتاعتك. مالها ام زكي؟ ام زكي بتقول ان جوزها قال ايه، بيقول انك كل يوم والتاني تاخد تاكسي تركبه وتغيب وترجع بنفس التاكسي. ودي فيها ايه يا سيده؟ انا ما بيكون عندي مشوار مهم ببعت اجيب الواد سلامه بالتاكسي بتاعه
يوصلني للمطرح اللي انا رايحه ويفضل مستنيني لحد ما رجعني. اصل ام زكي بتقول ان جوزها هيموت هيتجنن عايز يعرف انت بتروح فين. لا اله الا الله، هو الشيحه ده ماله مالي يعني؟ هيقعد يراقبني وانا رايح وانا جاي؟ هيشتغل نضرجي عليا؟ انا ناقصه هو كمان. طب ومالك محموق قوي كده؟ بالراحه على اعصابك. يبقى في حد تاني اللي خبص عليا وبلغ الحاجه سيده عبد الكريم. اديك شفت يعني، جبت شيحه البقال وفتحت معاه الموضوع، الراجل طلع ما عندوش ولا فكره، ومراته لاقده في البيت بقالها شهر. تفتكر مين يا عبد الكريم؟ احلف يمين بالله يا حاج ان انا ماليش اي دخل بالموضوع ده. عيب يا عبد الكريم تقول كده يا اخي، انا لو شكيت في نفسي ما اشكش فيك انت، احنا اكتر من اخوات. ربنا يديم من المعروف يا حاج. مين؟ مين؟ تفتكر مين من اللي شغالين هنا في الوكالة؟ سمسم ولا نبيل ولا كامل ولا مصالحي؟ شهادة لله يا حاج، سمسم ونبيل وكامل طول عمرهم في حالهم، ما بيسيبوش شغلهم ولا بيتنقلوا من المحل إلا للشديد القوي. طب إيه رأيك في مصالحي؟ مصالحي؟ ما أنت عارفه يا حاج، لكن أستغفر الله العظيم مش عايز أظلمه. أنت ما لاحظتش عليه حاجة أبدا؟ أيوه افتكرت يا حاج. افتكرت إيه؟ مؤاخذة يا عم عبد الكريم. ايه في ايه؟ عايز استأذنك بس اوصل مشوار لحد مستشفى القصر العيني، ابن عمتي بعافية شوية كان شايل اللوز وحصل له بقى التهاب في المفاصل بعدها، عمل له حرقان على صدره، فعايز اطمن عليه. وده وقته يا اخي، ده وقته؟ ما الحاجة كان قدامك يا اخي، ما استأذنتش منه ليه؟ ما انا خفت يا عم عبد الكريم يكسف طبيعتي يعني ويقول لي خليك في شغلك. انا هروح ازوره بس واشوف شوية الامراض دي وارجع لك بسرعة حمامة. طيب اخويا روح وياك تتاخر. ربنا يكرمك يا راجل يا طيب، ما انجلتش في اي التهابات. ام صلحي. نعم. سلم لي اخويا على ابن عمتك. يوصل يا راجل يا طيب يا بركه. قول لي يا سلامه، في حد سالك انت بتوصلني فين؟ لا يا حاج، انما ليه السؤال ده؟ مجرد سؤال، ولو حتى حد سالني اقول له انت شأنك ايه؟ ربنا يبارك لك لأمانتك، ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. غريبة العربية دي اللي جابها هنا، لازم اصحاب البيت يقعوا من السفر. يلا بسرعة هات لي الصندوق. ريح لك شوية. على فين يا حاج؟ سيدة انت ايه اللي جابك هنا؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه يا صالح؟ وهي دي الاصول؟ دي عمايل ولاد الناس؟ احنا هنتكلم وانت واقف في الشارع؟ اركب. انا ما جيتش لحد هنا عشان ارجع معاكي تاني. يعني ايه؟ يعني في واجب لازم اعمله. اطلع يا اسطى. لازم اعمل كده. ليه كده يا سيدي؟ لكسر الخاطر أمر من كسر الجناح. أنا ما غلطتش يا هنية، ما غلطتش، ومحدش يزعل من الأصول. معلش برضه اكمنها يعني، معاها راجل ولا كل الرجال من حقها تغير عليك؟ وأنا جاي أزور مين؟ مش جاي أزور مراتي؟ وبعدين مين اللي جوزني ليكي؟ مش هي ولا دي نسيتها؟ معلوم نسيتها، أمال سمونا نسوان ليه؟ اكمننا يعني بننسى.
وانت ذنبك ايه؟ فضلت تضغط عليا لحد ما ظلمتك معايا. انا عمري ما ظلمت حد في حياتي. مين قال انك ظلمتني؟ أنا راضية ومبسوطة. ده كفاية انها جوزتني ليك وانا كنت اطول. مفيش حد يستحمل اللي انت استحملتيه يعني. الحمد لله على قد كده. بيقولوا الدرة مرة. تلاقيها يا عيني بتحرق وتنكت في نفسها. روح لها يا سيدي قبل الشمس ما تغيب.